بينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الدكتور شريف فهم، استشاري الحميات والأطفال ومدير مستشفى حميات إمبابة سابقا. دكتور شريف، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. في البداية يعني السؤال التقليدي، إزاي أتعامل مع مصاب كورونا وإزاي أعرف إن هو مصاب؟ ويعني لا، هو احنا يعني عشان نتعامل مع مصاب كورونا دي شغلة أطباء المستشفيات المتخصصين، وكلهم تريند إن هم إزاي يتعاملوا مع أي مشتبه فيه أو مصاب. طب لو هو عندي في الأسرة هيقعد 14 يوم في أوضته يا دكتور؟ لو في حد عنده أعراض برد خفيفة أو أعراض من اللي بينوه عليه انها شبيهه باعراض الكورونا، يقعد يقفل على نفسه طول ما هي حاجه خفيفه ما فيش اي حاجه، ويبتعد عن اي يعني يعمل عزل لنفسه داخل المنزل. طب الاسره تتعامل معاه ازاي يا دكتور؟ من خارج الحجر، هو يعمل اوضه جيده التهويه في المنزل، والصينية بتاعت الأكل تجيله ياخدها يحطها، لو في حاجات ديسبوزيبل يتخلص منها عن طريق إنها تبقى ديسبوزيبل وتبقى في كيس تتحط ويتم غلق الكيس ويتم التخلص منه. لو حاجة مش ديسبوزيبل، يبقى في الحالة دي يتم غسلها جيدا بالماء الساخن والصابون، وده بيكفي انه يقتل اي فيروس ليها. ويتم برضو تحديد ان الكوباية دي والمعلقة دي والطبق ده تبع هذا الشخص. طيب. طبعا دي كلها حاجات احترازية للحالات البسيطة اللي هي بتبقى عزل منزلي. لو انا في الشغل يا دكتور، نعم، لو انا في الشغل اقدر الاحظ او افهم لو كان اللي قدامي عنده ولا لأ؟ اي حد زي تعليمات وزارة الصحة، أي حد عنده بداية دربة أو تعب أو حرارة أو احتقان في الزور أو مع صداع شديد أو كحة أو كده، لازم يقعد في البيت من الأصل، ما ينزلش في الشغل، ما ينزلش في أي مكان، علشان يحد من انتشار العظم. إحنا في هذه الفترة هي أخطر فترة بنقابل فيها المرض، يا إما لو ما عملناش إجراءات احترازية قوية في الحالة دي ممكن ينتشر لا قدر الله. فطبعا مهم جدا إن احنا نلتزم إنه أي حد شاكك إنه هو تعبان، حاسس إنه تعبان، يقعد في بيته ما يختلطش بحد لغاية ما الدنيا تعدي. وطبعا في التليفونات بتاعة الوزارة بتاعة الطوارئ، لو في أي حاجة اتصل بيها هينصحوه يتصرف ازاي حسب الاعراض بتاعته. تمام. طيب ازاي اتجنب العدوى يا دكتور؟ اتجنب العدوى ده حاجة مهمة جدا. اول حاجة هو انه يكون في مسافة بيني وبين الشخص، اي حد بكلمه حتى لو مش مريض يكون مسافة بيني وبينه في حدود المتر، مش اقل من كده، علشان ما يبقاش فيه اي فرصة انه يحصل رذاذ او حاجة تنتقل من شخص لشخص. حاجة تانية انه لو في حد بيكح او بيعطس او غيره، لازم يا اما يستخدم المنديل ويتخلص منه في ساعتها، او يحط كمه يكح فيه او اي شيء من هذا القبيل. حاجة تانية انه دايما نبعد ايدنا عن الوجه، ونحافظ على نظافة الإيد بتاعتنا بالمية والصابون كذا مرة عند الدخول إلى المنزل، عند الصعود إلى العمل، عند النزول، كل شوية نغسل إيدنا بالمية والصابون. ودي نقط مهمة جدا، وفي الحالة دي لازم نبعد إيدينا عن وشنا، لأنه أدعك عيني ولا أحط حاجة ببقي ولا أشرب سيجارة أكون إيدي مش نظيفة، في ناس بتدخن تروح تطلع السيجارة وإيدها مش نظيفة، يبقى بدخلت الميكروب في بقها. فطبعا كل الحاجات دي مهم جدا إنه
نحتاط ليها، لأنه دي عادات الواحد بيعملها. في بعض الإحصائيات بيقولك إن الواحد بيقرب إيده من وشه يمكن 25 مرة في الساعة. فطبعا دي حاجات ممكن بتبقى لا شعورية، لكن لازم نعود نفسنا إنه إيدي دايما أحافظ على نظافتها وأبعدها عن وشي. تمام، شكرا ليك أستاذ دكتور شريف فام، استشاري الحميات والأطفال ومدير مستشفى حميات إمبابة سابق.